أهلا بكم من جديد. صعود صاروخي للبيتكوين تجاوز به حدود $50,000، وهي قيمة لو قيلت عن تلك العملة الرقمية منذ عدة سنوات لاعتبر أو اعتبر قائلها مجنون. ولكن هذه العملة الجديدة في شكلها وطبيعتها وقيمتها بدأت تأخذ وضعاً مختلفاً في الاقتصاد بعد طبعاً دخول شركات كبيرة مثل تسلا في مجال الاستثمار فيها. رغم ذلك فإن التردد يبقى سيد الموقف لدى بعض الدول والحكومات بسبب الغموض الذي يكتنف طريقة تداول عملة رقمية لا وجود معدني أو ورقي لها. في هذا السياق يشير موقع How Much إلى أن 17 دولة فقط من دول العالم تتعامل مع بيتكوين كعملة قانونية، وأبرز هذه الدول التي تتعامل بعملة البيتكوين هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. أما عربياً فتبرز دولة الإمارات في التعامل معها. أما دول كالصين والسعودية ومصر فهي قائمة الدول التي تفرض قيوداً على هذه العملة أو ربما تجرم تداولها. ومعنا الآن مشاهدينا من دبي عبر زوم عمرو زكريا عبدو، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، وسينضم معنا بعد قليل من القاهرة أسامة مراد الخبير في الاستثمار والمال. أهلا بك أستاذ عمرو معنا. أستاذ عمرو، يعني منذ ظهور البيتكوين أو العملة الرقمية من حوالي ربما عام 2008، والسؤال هو هل هو وهم أم حقيقة؟ هل وصلنا إلى مرحلة تحول هذا السؤال إلى سؤال آخر، وهو متى سيصبح البيتكوين أو العملة الرقمية عملة معترف بها قانونيا في كل الدول ويتم التداول والتعامل معها بشكل عام دوليا؟ طيب، السؤال الأول اللي هو هل البيتكوين وهم أو حقيقة؟ لا، هذا كان السؤال اللي من 2008، ولكن بتهيألي بآخر كم سنة تحول للسؤال الآخر. نعم، صرنا عارفين إجابته. نعم صحيح. أنا أفتكر أنه يعني قريبا جدا البيتكوين حيكون هو أصل من الأصول المالية المعترف بها، مثلها مثل الأسهم، مثلها مثل الذهب، مثلها مثل السندات. والسبب ببساطة أنه أولاً الحكومات نفسها الآن صار أو أصبح لها القدرة أو قدرة أعلى الآن مقارنة مثلاً بحوالي سنتين أو ثلاثة أو أربع سنوات ماضية في تتبع حركة البيتكوين نفسها. والحكومات نفسها يعني اقتنعت أنه من الأحسن أن مش كل الحكومات اقتنعت بهذا الكلام. صحيح، نعم صحيح. أنا بقصد الحكومات اللي هي يعني بها المراكز المالية الفاينانشال سنترز، مثلا زي الولايات المتحدة، كثير جدا في أوروبا، بريطانيا، هونغ كونغ، إنه من الأحسن يعني أن يقننوا التبادل واستخدام وتداول البيتكوين لكي يكون لديهم القدرة على متابعة الترانزاكشنز التي تحدث ويتم تسويتها بالبيتكوين. وهذا هو ما حصل الآن. طيب، أصبح الآن معنا أستاذ أسامة مراد الخبير في الاستثمار والمال من القاهرة، أصبح جاهزا معنا. هل تسمعني أستاذ أسامة؟ أسمح لك بوضوح يا فندم. أهلا وسهلا بك. طيب،
أسألك عن سعر البيتكوين تحديدا، يعني صعود صاروخي وصل سعره لأكثر من $50,000، يعني إلى أي حد يمكن أن يصل هذا السعر؟ ما حدش عارف يعني يصل لأي حد، لأنه فجأة بالخطوة اللي اتخذتها تسلا ونسلا بقى الطلب أعلى من الطلب اللي احنا كنا متعودين عليه، وهو طلب التجزئة أو المضاربين أو المراهنين أو السبيكوليترز. بقى في طلب حقيقي بحجم كبير أدى إلى رفع الأسعار، لأنه لو دخلنا في الفنيات بتاعة البيتكوين هنشوف أنه هو مختلف شوية عن قدرة البنوك المركزية عن إتاحة الأموال والنقود، لأنه بيتم نتيجة للمايننج أو التنجيم بقدرات معينة، وبالتالي هو محدود وفي آلية معينة، وبالتالي سعره ممكن يصعد كثيرا. طبعا أستاذ عمرو أكيد يعني خبرته في التحليل الفني والأسواق ممكن يقول لنا التوقع ممكن يروح فين، لكن بما إن احنا شفنا الصعود ده، وأنا يمكن ابتديت أتابع عن قرب منذ أن كان $400، فإحنا نقدر نشوف إن في طفرات وموجات. الموجة دي قوية قد يهدأ أو يستمر في الحتة دي، لكن مرشح للصعود أكتر من كده في مرحلة. نعم. إنه الخطوة مش بس خطوة طلب، لكن هي خطوة إنه ثقة. اعتراف حقيقي وثقل به. ثقل وثقة أيضا، يعني مع ربما استثمار شركات كبيرة كما ذكرت مثل تسلا وغيرها، هذا بيعطي البيتكوين أو العملات الرقمية ثقل وثقة لدى العامة بشكل عام. هل يمكن القول بأنه هذا ما يحصل ويعطيها شرعية؟ هذا ما يحصل، هذا ما يحصل. ويمكن كلام الأستاذ عمرو عن الحكومات، أعتقد أن قبل أغلب الحكومات موقفها واحد، وهو البحث والتحري. بعضها استغل مرحلة البحث دي في التجربة والسماح، والبعض الآخر يفضل أن يكون متحفزاً ويمنع تداول العملات المشفرة إلى أن يتأكد من إمكانية تتبعها، مصادرها إيه، مطابقتها لإجراءات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، القدرة على التمييز، الإيداع، الثقة، عدم هزل الاقتصاد. دايما متعودين انه بعض الاقتصاديات بتكون اكثر مرونه او اكثر سرعه من اخرى، واخرى اكثر دفاعيه زي حكومه جمهوريه مصر العربيه. انه العملات المشفره ممنوع تداولها، لكن هناك عده بنوك بها مراكز ابحاث وبتدرس الموضوع هذا. طيب سنصل لموضوع قانونيتها والتشريع للعملات الرقمية. أريد أن أسأل أستاذ عمر، أول شيء لتوقعك إلى سقف السعر الذي قد يصل إليه البيتكوين، وأريد أن أسألك أيضا، يعني عندما تستثمر تسلا وشركات كبيرة وتعطي شرعية للعملات الرقمية، هل هذا مؤشر أو أنها ستصبح ملجأ للاستثمار، ليس فقط الاستثمار النخبوي لمثل هذه الشركات الكبيرة بمبالغ ضخمة، ولكن الناس العاديين لمثلي ومثلك؟ يعني أنا بدل ما أستثمر بذهب، فضة، أسهم على أدي طبعا أكيد، ممكن أشتري بيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية. هل وصلنا لهالمرحلة؟ نعم، بيتكوين الآن وصل إلى مرحلة بتاعت التيبينج بوينت، اللي هي إنه الطلب والاهتمام والقبول بالنسبة لبيتكوين الآن بدأ يأتي من أطراف مختلفة لديها دوافع مختلفة. يعني مثلا زي الذهب، يعني لماذا الذهب هو قيم؟ لأنه الذهب نفسه ما فيه قيمة كامنة. قيمة الذهب تأتي من التوافق بتاع ملايين الأشخاص وملايين المؤسسات والبنوك المركزية وآلاف البنوك المركزية أو مئات البنوك المركزية، إنه مثلا اليوم سعر الذهب هناك في توافق إنه سعره 1790. نفس الحكايه الان البيتكوين بدا يصل الى هذه المرحله، بحيث انه يعني بدا تبني البيتكوين وبدا تبني القيمه الاكسترينزك فاليو بتاعت البيتكوين من مجموعه كبيره جدا من الناس. بالنسبه للسعر بتاع البيتكوين، انا يعني في كذا دراسه طلعت انه اذا ما قارنا البيتكوين بالذهب، والان في مقارنات كثيره بين البيتكوين والذهب على اساس انه
البيتكوين هو ذهب الجين زي جينيريشن زي والأجيال القادمة، اللي هي تعتبر البيتكوين هو الذهب زي ما كان مثلا بالنسبة لآبائنا وأجدادنا وغيره. فإذا ما حصلت هذه المقارنة وإذا ما قارنا القيمة السوقية لكل الذهب الموجود مع البيتكوين الموجود بيكون حوالي تقريبا 600,000 دولار، فبالتالي هناك لسه مساحة كبيرة جدا وبكل تأكيد لصعود سعره. نعم 600,000 دولار. وبالنسبة لدخول كثير جدا من الشركات الكبيرة زي تسلا، وخاصة زي تسلا لأنه إيلان ماسك عنده زي يعني سيلبرتي كواليتي بين ومصداقية معينة يعني مصداقية كبيرة جدا. وغير كده عندنا ماستر كارد، باي بال، دي شركات تعتبر هي هذه نقطة مهمة جدا النظام المالي. هذه نقطة مهمة جدا. يعني خليني أذهب بالسؤال لأستاذ أسامة فيما يتعلق بهذا الموضوع. هلا يعني ربما أحد مشاكل العملات الرقمية بيتكوين أيضا تحديدا هو تذبذب سعرها. خلال أسبوعين ممكن أنها تزيد 100% أو أكثر، أو أن تهبط بنفس المقدار. وأحد يعني حسب معرفتي أحد طرق استقرار هذه الأسعار هو نوعا ما يعني عندما يتم توسيع قاعدة المتعاملين في هذه العملة الرقمية. لما مثل باي بال في العام الماضي تقول بأنه تستطيع أن تدفع عن طريق باي بال باستخدام البيتكوين، عندما تقول تسلا بأنه تستطيع أن تشتري سيارات تسلا بالبيتكوين، هل هذا مؤشر على زيادة الإقبال من قبل الناس العاديين على وزيادة الثقة في العملات الرقمية والبيتكوين تحديدا؟ عاوزين نفرق بين الاثنين بشدة. باي بال هي قناة للتحويل، فهي ممكن تتحول أي حاجة، ممكن حضرتك تعتبري أي حاجة عملة هي تحولها، هي مش مسؤولة عن قيمة أو حاجة وما بتدينيش حاجة في المقابل، هي بتسلم اللي أنا بعته ليها. لكن تسلا عندها حاجتين ودول اللي هيخلوا فيه قيمة. ويمكن نتذكر كلنا أنه أما طلعت إشاعة القفزة اللي قبل كده الكبيرة، أما طلعت إشاعة أن أمازون هتعترف بالبيتكوين لأنه هتديني منتجات حقية بيها، لو تسلا اللي عندها waiting list، خطوط انتظار للسيارات، قالت ان اللي هيحجز بالبيتكوين هياخد اولويه او هياخد بسرعه، او المشروع الثاني بتاع ايلون ماسك الانترنت الساتلايت لو اوربت القمر الصناعي المنخفض، قال ان الاشتراك في الانترنت ده هيتم عن طريق البيتكوين، اللي هو اشتراه بمليار ونص ده دولار، اعتقد انه هيبقى سهل قوي يبيعه ب 10 و 15 مليار دولار. لأنه خلق طلب حقيقي على المنتج، هو دي النقطة الناقصة الوحيدة في المعادلة. وطبعاً ما نقدرش نستبعد أنه طيب لو بكرة أو بعده شركة زي أمازون أو ما ذلك اعترفت بده، يعني الفكرة زي ما قال الأستاذ عمرو أن الناس بتتفق على أن هذا الشيء أو المعدن أو الافتراضي له قيمة. أول ما القيمة دي أقدر أحولها لمنتج أو خدمة حقيقية أصبح لها قيمة فعلية. طيب. وده خطوة تسلا. أوكي. هذا بيقودني لربما شيء آخر اكتشفته بالحقيقة وأنا أبحث يعني في موضوع البيتكوين، بأنه أحد المشاكل أو الليميتيشنز للبيتكوين بأنه التقنية التي تستخدمها لإجراء المعاملات يعني تسمح بإجراء 7 معاملات أو عمليات نقدية باستخدام البيتكوين في الثانية الواحدة، ونتحدث عالميا globally. بالمقارنة مثلا البطاقات الائتمانية أو الكريدت كاردز تسمح بأكثر من 50,000 في الثانية. طيب هل هذا يجعلها مقيدة أكثر؟ يعني لن نستطيع في يوم من الأيام أن نستخدمها لنذهب إلى السوبر ماركت مثلا ونشتري حاجياتنا، لأنه لن نستطيع أن ننتظر ساعة لغاية ما يجي الأوثرايزيشن بأنه نستطيع أن ندفع بالبيتكوين. ولكن إذا أردنا أن نشتري سيارة مثلا تسلا نشتريها مرة، يعني مش كل يوم نروح نشتري يعني سيارة تسلا، نستطيع أن ننتظر ساعة وساعتين لبين ما يجي الأوثورايزيشن. هل هذا بيعني بأنه هي لن تكون
يعني عملة نستخدمها للبيع والشراء بهذا المعنى، ولكن كملاذ آمن للاستثمار. أستاذ عمرو. نعم في صح، دي نقطة ممتازة جدا نادين، ولكن هناك أيضا في يعني في زي تكنولوجيا إضافية بيتم زي يعني بيتم وضعها يعني فوق المنظومة بتاعت بيتكوين، بحيث إنه تسرع العملية بتاعت التسوية المعاملات. وبالتالي أنا أفتكر إنه مع يعني مرور الزمن ومع مرور القبول يعني بيتكوين يعني أكثر وأكثر حتى يعني في أماكن صغيرة جدا، هذا يعني هذه العملية رح نتخطى هاي المشكلة وتصير أسرع، هنتخطى هذه المشكلة. وبس أحب أضيف بس نقطة يعني ذكرها كان أستاذ أسامة نقطة جميلة جدا، اللي هي بتاع إنه هناك بدأ في طلب حقيقي على البيتكوين، لأنه بالبيتكوين ممكن يكون في خدمات ومنتجات حقيقية نحصل عليها. يعني مثلا سمعنا بالأمس دبي ذكرت إنه يمكن الآن تجديد رخص الشركات بالبيتكوين أو دفع الرسوم. فدي هو عندما يعني إذا تحدثت جهة حكومية ويعني قبلت التعامل بالبيتكوين، هذا يعطيها مصداقية كبيرة. أكيد وده بالضبط اللي حيحصل. يعني أستاذ أسامة سأعطيك فرصة للتعليق إذا أردت أن تعلق، ولكن قبل ذلك فقط البيتكوين مشاهدينا ليست طبعا العملة الرقمية الوحيدة، وإن كانت طبعا أشهرها وأغلاها سعرا وأكثرها رواجا. دعونا نتابع العملات الرقمية الأخرى أيضا. أعود لضيوفي مشاهدينا وأعود لأستاذ أسامة. أستاذ أسامة، يعني ربما البيتكوين أصبح سعره عالي جدا جدا للناس اللي مثلي، فقد أذهب لخيارات أخرى، مثلا الإثيريوم يكون خيار مناسب. حضرتك اللي أنا كنت عاوز أضيفه، ومشكورة حضرتك طلعتي التخيل سواء إثيريوم أو ريبل، أو في أكتر من 600 عملة. الناس دايما بتتكلم عن بيتكوين عشان هو بيستحوذ على فعليا تقريبا 80% او اكتر من الحجم ده، لكن العملات الاخرى مبنيه بمنظومات احدث بتعالج مشكله سرعه التحويل، مربوطه بسمارت كونتراكتس، في فرصه انه ده يبقى المستقبل. الفكره كلها التحول مش بيتكوين او غير بيتكوين او ليه الدول بتبص عليها، انه حضرتك أي جهة أو أي شخص يقدر يبقى مصدر عملات لو لقى الاعتراف والقيمة. يعني في حاجة اسمها ICO International Coin Offering، وهو زي IPO كده في الأسهم، حضرتك بتعملي ده، المهم أنك تخلقي أو تلاقي الطلب اللي موجود. الحاجة الأخرى برضو للناس، وحضرتك ممكن تكوني متخيلة أنك لازم تشتري بيتكوين كامل ب50,000، لا، حضرتك تقدري تشتري 1/100 من البيتكوين، كسور البيتكوين. حضرتك برضو ذكرتي، لا، في مطاعم وسوبر ماركتس في عدة دول بتقبل التعامل بالبيتكوين كطلب حقيقي، وفي ماكينات للمياه الغازية وما إلى ذلك بتقبل البيتكوين. بعض مواطني دول الشمال والسويد ابتدوا يزرعوا المحفظة تحت الجلد في سيم كارد، بحيث حضرتك تدفعي بايدك من غير ما حاجه تبقى باينه. يعني احنا مقبلين هنا دخلنا على يعني مسار اخر ونظريه مؤامره كامله حول هذا الموضوع. طيب فاضل معنا دقيقتين تقريبا، راح اعود لاستاذ عمرو واسال عن قانونيه العملات الرقميه، لماذا هناك دول ترفض التعامل فيها وتجرمها حتى؟ نعم، لانه تحكم الدوله في الكتله النقديه وتحكم الدولة في يعني سرعة تحرك المال في الاقتصاد، ده واحد من أهم الأدوات
لضبط الاقتصاد وضبط الأمن في الدولة. فبالتالي يكون إنه يكون في عملة زي البيتكوين أو غيرهم يكون هم عملات غير مركزية، عملات أصحاب هذه المحافظ يعني غير معروفين، ويعني يصعب المهمة كثير جدا من الناحية الأمنية ومن ناحية أيضا إدارة الاقتصاد. نعم نعم. ولكن في الآن حلول وسط، بحيث إنه الحكومات نفسها الآن بدأت تتبنى فكرة إنه يكون العملات عملاتها الوطنية تكون هي عملات رقمية لكي يحصلوا على مزايا العملات المشفرة والعملات الرقمية، ولكن في نفس الوقت طيب. يكون لهم الكنترول. أستاذ أسامة في نص دقيقة، هل لديك تعليق؟ هل تتفق؟ أتفق تماما مع الأستاذ عمرو، وأنا أعلم أن جهات عديدة في جمهورية مصر العربية بتعمل على مشاريع مختلفة للعملات المشفرة وتتابع عن كسب وما يجري. نعم، شكرا جزيلا لكما. أشكر أستاذ أسامة مراد الخبير في الاستثمار والمال كان معنا من القاهرة، وأشكر أيضا أستاذ عمرو زكريا عبدو الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال كان معنا عبر زوم من دبي. ومشاهدينا وصلنا إلى ختام بانوراما، أشكر لكم حسن المتابعة وألقاكم في الغد بإذن الله، إلى اللقاء.